2، فكان عندنا بس من الساعة 2 للساعة 9 إنه كل شيء يكون جاهز. خرجنا كل شيء من السيارات، حطيناهم في المطبخ، كل شيء بحطه على هالطاولة، هيك بتكون عشرين شو عنا. من الأولاد غن تخلون قدوا كل حاجة في المكان ديالها، من البنات غي قدوا داكشي ديال الزينة. أنا وجماني حرتب الديكوريشن قبل ما هم يبدأوا يرتبوا المطبخ. البنات يسكن الديكوريشن برا وإحنا نمسك المطبخ نرتب، خلصنا كل شيء نبلش الشغل سوا. أخذنا وقتنا أنا وجمانة، تمينا بالتفاصيل الصغيرة، يعني حاولنا نعمل ديكور يناسب مطعمنا ويناسب شخصيتنا. خلاص رتبنا هناك، شوفوا كل واحدة تختار الستيشن اللي تبغاها تشتغل راحتها. امشي خلنا نبلش طبخ. فكرنا إننا نركز على مطبخ واحد اللي هو الإيطالي ونعربه. بسوي التراميسو بس بطريقة جديدة. الطبق اللي راح أعمله اليوم بريكا بس على طريقة الريزوتو. طبقي هو أساساً فرنسي، بطب البرتقال. راح أسويها بطريقة عربية كويتية. الطبق اللي عندي عبارة عن بولينتا مع خضار بطعم عربي. ندوز على أعضاء الفريق ديالي باش نأمن الشغل ديالهم قبل ما نبدأ الشغل في الطبق ديالي. أنا ما حبيتش يضيعوا وقت في الديكور، خاطر أنا حاسبها اللي نحبهم يركزوا في الأطباق متاعهم، ومن بعد نخرج كله مع بعضنا في نص ساعة كملوه الديكور. دغري حضر في الرز والخليط اللي باش يكون في وسط ورق العريش. سمر حضرت السمك متاعها. الطبق ماتي مزقوف، راح يكون الأونتري الحار. طبق تاب الموني هو بعد طبق سمر. شكشوكة ألجيريان، تقنية فرنسية وناكله في بيروت. تالا أمورها واضحة، تبلت اللحم متاعها وحطيته في الفيلم. الطبق موالي هو تكة بحرينية بس بستخدم لحم الغنم. أنا مش نعمل الديسير والخبز ولم يزبوط. داغر وين درت لوطا؟ فوقك بوجه. سا سي با لطا، سا سي خير. هذا هو زعتر بدك، بدك الطويل أو زعتر الفرنساوي؟ قلت له الزعتر الفرنساوي مش عطول فينا نلاقيه بالسوبر ماركت. ما كان يجيب لي هذا، ما كان يجيب لي هذا. نو سي با من في زعتر فرنساوي؟ نو يونا لوتر ليباني كي تاع فرونسي جي با تروفي دون لي ساشي لا با. كان جاب بزاف انواع تاع زعتر من النوع اللي بغيتها انا، اللي قلت له يجيبها لي ما جابهاليش، انا ما محتاج لانواع اخرى، كان خليتهم في السوبر ماركت. سا سي دي تا وي اي دي اون بارلون فرونس سي با دي تا سا وي سي دي تا لا سي با دي تا. جي تي دي جي با تروفي تاع فرونسي جي با تروفي جي با تروفي سي تي. شرحت لك انه ما لقيت زعتر فرنسي. محمد جبت لك نوعين زعتر، نوع لبناني ونوع اجنبي مزروع زرع، ما لقيت زعتر فرنساوي. قلت له انه ما لقيت لك الزعتر الفرنساوي. جي موا لوغي فرونسيك فخير. هاي خرجني انا ما يجيبليش الزعتر اللي طلبت له. هيدا زعتر يا محمد. وانا الزعتر اللي جايب له اياه زعتر البري وجايب الزعتر اللبناني الطويل، يعني نحن بس تصير معنا مشاكل بالانجريديون اللي عندنا بنلاقي حلول. تيجي غامل مو جيتا، تي اكسبيكو فرونسي تي تا. مش زعتر. تيجي غامل مو تا. حبيت تحرز كانت يعني. لا شو عم بتعيط؟ تيجي غامل مو تا. جي موا تا فا تخوفي. باللي عملوه مثل واحد ناطر الثاني على شيء لا يعمل معه مشكل. جي موا تا با تروفي جو ريتي شارشي. بيضربني هيك بوكسين على صدري. ما تمد ايدك. بوكسين شوف شخص لي تروك. شو هيدا الحكي؟ ما تمد ايدك يا عمي، ما تمد ايدك. شخص فايتينج. ما بيصير حدا يصير معه هيك يمد ايده على الثاني، ما بيصير. ماري ايش صاير؟ مات الصوت ديال محمد عالي. البارح حسينا بشوية ديال الجو مشحون. واحد بلا اخلاق، انت بلا اخلاق. واحد بلا اخلاق. شوية على محمد سي حسيت نعرفو شوية عصبي، شوية يتهور ويدير شي خطا. زعتر ما قلت لك ما في زعتر، ما بتسمع اللي بدك اياه بس. بدك تسمع اللي بدك تسمع. الطريقه الوحيده اللي تقدر تهدئ بها محمد سي هي المطبخ. دخلتوا للمطبخ تمام فيشيوس ماكلا سي دخلوا ويطبخ. يعني صدق اولاد جد تضربوا على الزعتر؟ شكلهم مش متفقين. حاولت نفضل المشكله خلطت على محمد. كيف معاه في طونطاب سورتون اسيت كوم تو تو فو لا سورتير اون فو دو لور كوم دا دي فيس فير اون فو دو لور اون فو دو لور كوم دا فير تو بادي تو بالي كو دو ريست. مفروض مثلا ذاكر يجي يقول له لا انت ما لك حق تعمل هيك بوقتك، انت خلصت مع الخبريه بس ما انحكى معه ابدا.
انا عربي نخدم ولا عربي نخدموا اكل فرنسي، علاش جايب لي الصوره هذه؟ شي من العلاله خايف مني، لا باغي يخرجني ما يقدش يخرجني، انا نخرجه. في يمكن بيصحنه اكثر من 10 قصص، هلا الزعتر راح يفشل له صحنه. I have a feeling he's the one to come back and cook. هلا بعطيهم صحن فاضي عشيه، صحن ابيض. احنا فريق، فكر علينا شويه. بس نقدر ننجح ويا بعض، وداغر يعرف هالشيء محتاجه في هاليوم. قلت بدي اعطي صحن ابيض، بس بعدين بس فكرت انا اذا بعطي صحن ابيض بكون انا فشلت كل هالعالم. كمل كرمال الفريق، مش كرماله بس كرمالكم انتم. كل واحد ولا البلاستر، وكل واحد اشتغل شغلته. هذيك هي يا اخوي حياتنا في الكوجينه ديما، ناس كل تحت الضغط وسخانه وحس وضيق. هما كانوا دايرين في بالهم انهم عندهم فريق اكثر تقنيات اكثر قوه، ولكن احنا كانت عندنا اكثر روح اكثر حب. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كلنا على طول يجينا علاقة حب كفريق واحد، لأننا كلنا قاعدين ندري أننا قاعدين نشتغل لمصلحتنا الكلية مو بمصلحتنا الفردية. شو ما نهدري بصل؟ مشكلتي كانت أن المطبخ ما في فرامة، وأنا كالعادة بطيئة بمهارات التقطيع. يلا غيش بي أسرع جمان، يلا أسوي ما في فرامة. أدري أن المطبخ الثاني عندهم فرامة، بس الجو كان متوتر بالمطبخ الثاني فما رح طلبت منهم صفت. الساعة 4:15 يا أصدقائي، يلا يلا فيصل. ياب صراحة أنت أحسن قائد. الوقت جدا ضيق علينا، بس انه كلنا مبسوطين بتيمنا. كان عندنا شويه ديال التاخير في الطبخ ديال عبد العزيز، حتى نقول كان ابتكار. انا الحين هذا عندي المكرونه كويسه مسلوقه ومستويه، لازم اقليها، فاذا قليتها لازم ادخل مول جوا بنفس السايز عشان تنقلي وتصير كرانشي كامله نفس المقاس، بس انه ما ادري كيف بتكون الفكره. عبد العزيز ارتبك شويه حيت الابتكار ديالو ما مشاش معاه كما بغى، فبسوي قصدير هنا بعدين يصير حبه حبه كذا، نحاول نساعده. بسم الله. فكرة يبغى لها شوية تركيز أكثر، يعني هل أستنى تبرد؟ إذا استنيتها تبرد بيصير مرة كرانشي، إذا خليتها وهي حارة بتتقطع. أح هذا حار، ما حيتزاح من هنا صح؟ شكلها تشاو من جد، سوي لي الأسبوع الجاي مائدة عزيز. نفسي أخذ روقانك حقيقي، يعني أتمنى من أمنية حياتي إنه أنا أصير كده رايقة. مش رح تصبر، تذكر جسبامي لجيلاتين سامارشفا افيكو. هي الفكرة إنه حبة الجيلاتين بتنحط عليها ورق قريش، بعدين الرز، بعدين بتنلف، بس أنا بزعلان ومعصب، الجيلاتين ما زبط معي. ماني قادر أعطي الشكل، ذاكر قال لي استعمل جيلاتين الورق. إن شاء الله يعاود يجرب الجيلاتين الأوراق وتعطيه نتيجة خير. كمان الطريقة اللي قال لي إياها ما زبطت، رجعت عملتها عن جديد للريسبي. عملت غيره. المشكلة أنا قاعد أفكر فينا إحنا. أنا عارف، أنا ماني أفكر فينا، أنا أخذت شوية روتار مع المشكلة اللي صرالي، مازال باقي لي هذاك الجبنة نديرها، مي غادي نخرج أشياء شابة. يا حبيبي طيب شنو عم تعمل؟ في فرنسا كافي غورمون ديسير كلاسيكي. الفينونسيي؟ عملت فينونسيي بالبيستاش. من فوقه باش يكون تين غوتي بالزيت زيتونة والأوريغون. عملت باناكوتا بالورد وفوقها تاتار نتاع فراولة. هذه الباناكوتا ارتحنا منها. عملت كور نتاع شوكولاتة محشوين بالتوت الأسود ومتبلين بالهيل. ماشي الامور، ماشي الامور. انا متحمس؟ يا ماكو مكان طبخ. الفرن كان متروس. هذه السمك الصوص حق سمر، هاي الصوص حق الدجاج مال محمد، ورق عنب حق داغر، هذه حق السويت، هذه حق الصوص مالي. البصل جاهز، العجين جاهز، بس ابي اجرب اللحم وادخنه بالفحم. حد شاف شيء الفحم؟ شوفي في الرول هيل مكشنا، شوفي هون جوا جوا هون هون هون. دورنا كل مكان ما لقيناه. ما في الارض، اشياء معمره، كلش خانز، مطعم كان خانز. ما لقينا الفحم. حالتنا مو بس صعبه، مأساوية هني. وايد اشياء مو موجوده عندنا فلازم نتصرف ساعات. شو عم تطبخ؟ شو تطبخ؟ بس؟ وشو انت جاي من اليسار، فوت على اليسار، انا نفوت على اليمين. Arrête tes trucs de petits enfants. Tu dis quoi s'il te plaît? Hey gros. Hamad. Hamad.
Attends, non, s'il te plaît. Attends. Hey, oh. Je t'ai dit, je vais pas parler avec toi aujourd'hui. Je vais parler gentiment avec toi. Je vais parler gentiment avec toi. Tu vas m'écouter? Tu vas m'écouter ou pas? Khalas, sois effoile d'année, ya khayyib. Me cherche pas. Khalas. Me cherche pas. C'est bon, coupé. Khalas, c'est bon. 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 Kh